ايه رايكم يا جماعه بدل الزنقه دي ما نقعد في الصاله احسن؟ لما نقرا الفاتحه والارسال يلبسوا الدبل نبقى نقعد في اي حته، مش طول عمرنا متعودين على كده. خلاص يا عبدو، هي بتتفقد بالمكان هنا؟ وبعدين ما احنا ساعه زينه كنا برضو هنا، يعني المكان وشه حلو بصراحه. انا بقول كده برضو. الله شعرك جميل قوي، بس طول ازاي بسرعه كده؟ دي مين باروك يا مرزي؟ يعني وانت مالك يعني ايه؟ انت اصلا عامل شعرك كده ازاي؟ ولا تجديد يا ماما. طب والله يا حلوه عليك شكل جامد. وانت كمان حلوه عليكي بشكل طبيعيه جدا. ميرسي يا حبيبتي، قلت اهو نوع من التغيير. دي اي حاجه بتعمليها بتبقى حلوه يا شيري. ميرسي يا حبيبتي. الله على الكلام الحلو، بس خلي بالك اوعى تبطل بعد الجواز، اصل ساعات يعني الجواز بيموت الكلام الحلو. الكلام الحلو موجود يا عايده، بس محدش عايز يسمع. روحي شوف اختك جهزت ولا لسه. مريم اطلعي لي بره والنبي، عاوزك قبل ما ادخل بره. عنده كلام؟ انا عندي كلام على فكره. كلام حلو كمان. يلا نصور. لا هناكل الاول وبعدين نتصور. طب ما ناكل على السنه الجديده، ده لسه فاضل ساعتين. لا ناكل الاول. ناكل على السنه الجديده برضه. اه عاوز انت خير خير. يلا عبد المبروك يا شريف. الله يبارك فيك يا عبد. الله يبارك فيك. عايزكم بقى تاخدوا بالكم من بعض. ربنا يخليك يا عبد. طب يلا بقى نتصور. يلا حبيبي. مفيش ريجيم بقى النهارده. يلا ناكل بقى. فين يا زينه؟ حلوين قوي. يا اكرم ما اكلتش يا حبيبي. اهو شريف ايه؟ مالك ما بتاكليش دي؟ مفيش. كل سنه وانت طيبه يا مريم. ان شاء الله السنه الجايه كده افرح بيكي واشوفك في بيت جوزك. انا مش هسكت، انا هكلم عم جابر في الموضوع ده. ان شاء الله السنه الجايه تكوني في بيتك. بقول لك ايه، كل حاجه هتبقى كويسه ان شاء الله. كل اللي بيحصل ده هيتنسي. بكره افكرك هتشوفي. ربنا يهدي سركم يا رب. خدي يا حبيبتي كلي لقمه بقى عشان خاطري. ماما مش عايزه، انا بس هروح اوضتي. لا لا ما ينفعش اهي. يوم شويه ورجع. استني بس يا زينه، رايحه فين؟ ازيكم؟ انا جيت لك قدامهم كلهم عشان كنت عايز اقول لك على حاجه. ما تزعليش مني. تعرف ان انا بحبك وما اقدرش ازعلك. انت دلوقتي تقدري تعملي اللي انت عايزاه. يا عيني انت جاي ايه بنت صالحه بالتريننج؟ اه ما هو جاي جري من بيتهم. فعلا والله انا جاي جري من البيت. كل سنه وانت طيبه.